وسهلا ومرحبا. انا شفت التكلفه ديالي ايوا باش ندبروا على شي ندبروا على شي حاجه فواكه ولا شي مسائل اللي نديروا بها الجميله اليوم. ولكن كل شيء حلال، حلال طيب. هادو باقي ما وجدوش، واخا غنمشي نشوف وجهه اخرى. هنايا غير كنديروا تفقد، جوله تفقديه. هذا مازال قريقعه، مازال ما ماشي وقتها. وهنا نشوفوا هذيك العاصفه اللي كانت جات، الحمد لله ما اثرتش بزاف على هادو الرمان. مازيان، ايوا نمشيو نشوفوا جهه اخرى واش كاين شي من نجمعوا. هنايا كاين هادشي واجد المشماش اليوم، غنتمتعوا بالمشماش. وشوف سبحان الله العظيم هاد الشجيره كنت غرستها هادي واحد عامين ولا ثلاث سنين، كاع كيظهر لي ثلاث سنين باش غرستها وصبرت عليها. راه هي كبرت شويه وشوف سبحان الله العظيم الشجيره صغيره، وشوف التواضع ديالها حيت مثمره. شوف كي حاليه، شوف تبارك الله شحال ديالها، شوف الخير. وهذه غير صغيره هذه، وشوف الشجره المثمره كي حانيه. دابا غناخدو نعمرو قفيفه هادشي وجد. مشات من داكشي الكبير، هادي وجدات، هادي واخا صغيرة، هادي حسن جدا. ومن هاد البركة بور لو ديسير دو سوسواغ بعد المغرب إن شاء الله، الحمد لله. ونمشيو نشوفو كومام جهة أخرى. وهادي شو شحال كبيرة سبحان الله. هاد الشجرة كتعطي المشماش ماشي بالوفرة ولكن جودة رائعة. هما هنا كاينين، هنا باقي الخضر، هنايا باقي الخضر. أنا بحالي قلت لكم ما كاينش وفرة ولكن كاين لاكاليتي. إيوا لاكاليتي أحسن من لاكونتيتي. أجي نشوفو هنا، كاينة شي وحيدة خضيرة. ناخذو هادي وناخذو هادي. الله اللهم لك الحمد. بارك علينا، نمشيو نشوفو نكملو التقضية ديالنا والمحادثة من بعد. الو، وهادي عندي الوصاية باش نجيب شويه من هاد النبته، العطرشه ضروريه هادي. الناس اللي كيفهموا راه كتصلح المنافع ديالها وكتصلح بزاف ديال التيزان اتاي تيني زفيجون. نزيدو كده والله يجعل البركه. ايوا نمشيو نكملوا التقضيه ديالنا يلا. ودابا ناخذ خصنا شويه ديال ورقة الزيتون، ورقة الزيتون كيفو بيان شوزير، بيانين هادو. يلا نمشيو دابا نكملو. هادي نمشي ميشة أخرى، ولكن هادو باقي الخضر جو بونس، هادو مازال شوية نخليوهم بلاتي عليهم، صبرا صبرا. إوا دابا نشوفو لي جاب الله هنا ناخذه. شوف سبحان الله العظيم لقيت هنا واحد العش ديال واحد العش ديال البريطال. سبحان الله العظيم ها هو هنا. هادو كيصلحوا الله يجعل البركه. يلا نمشيو نكملوا الدوريه. هذا نافيل، هذا الليمون مازال نصبروا عليه، غنتهلاو في الشجيره باش ان شاء الله هنا. هاهيه. ودابا غادي ناخذو السالميه، هذه السالميه
لي زيتيليزاسيون ديالها معروفه، الريحه فيها رائعه، كتصلاح له اتايو. نزيدو هذه الطريف، هذه السلميه لا صوج. هنا ناخذو واحد السيدي موسى، ضروريه هي ضروريه، ماشي عريش كاع كيما لا بركه. ونخليو هادشي، نزيد واحد شويه. حقيقه هذا ورق سيدي موسى كتشهي، هادو زويونين، هادو كاين عندهم هادي دابا عندها نكهه خاصه حيت صغيره، وكاين الكبيره اللي كتكون عندها حتى هي شكل اخر، هادي شتي خضراء. يلا نمشيو نكملوا. هادي سبحان الله العظيم حتى هي شتي قوت لي مثمره هبطت بحال هكا حيت شارجي. هادي مشي نيشا مازال ما وجداتش، هادي مازال هذا غير وحده اللي وجدات لنا دابا، نخليوها هادي دابا تنبات الحمد لله. دابا ضروري خصنا الحمض، والحمض تعرفوا ما خصوش يخطا في الدار، ولكن هاد المره هادي حنا جينا الحمض مازال ما وجدش، هي العجب. واخا كاتر سيزون هاد المره هادي، يمكن خدينا بزاف المره الاخرى والحمد لله. هادي نخليهم دونك هاد الحمض ما نقيسوش دابا، وما فيها باس، المهم يكون داكشي حلال. شنو هي حلال؟ هي تشريه بفلوسك، ولا تاخذو من الشجره اللي غرستيها انت فلوسك وبعرق كتافك، هذا هو اللي هو مهم. ما كاينش الحامضه واجده هنايا في الشجره ديالنا، غادي يمكن نمشيو نشريوها من السوق، ناخذ الحامض مقابل المال ديالنا، كنعطيو الفلوس وكناخذو السلعه، ماشي كناخذو السلعه وما كنعطيوش الفلوس، لا كنعطيو الفلوس ديالنا اللي هو فلوس من عرق الجبين كنعطيوها وكناخذو. هذه هي المكنة الحلال، تحياتي ونمشيو نكملو عاد. إوا كنا باغيين نفرحو اليوم بديسير مزيان ديال لافوكا، ولكن مازال ما وجدش، لا باقي ما وجدش هادشي، منين ما وجدش هاي الحمد لله، ننتظرو حتى يكون بلا لهفة بلا لهطة، ماشي غنمشيو ناخدو هاديك لافوكا مازال ما أولا تكون لافوكا ماشي ديالنا ولا شي حاجة وناخدوها، إلا أبدا، هادي غنصبرو عليها واليوم بلاش. الحمد لله. وكنشوف الحصيصه ديال هاد الدوره اللي درنا واش كافيه؟ لا كافي، هادشي الحمد لله كافي. امشي ماشي هذا هذا هذا، ايوا الحمد لله. دابا هادشي نديوه يكفينا الحمد لله، وكلشي مع القناعه. ها هي القناعه، القناعه والحلال. وشنو هو الحلال؟ اعد، هو الحاجه اللي كتاخذها مقابل المال ديالك، ماشي اللي كتاخدها بلا فلوس. فابور، تحياتي لو تو طالو. اما دابا دبري كنعطيهم ياكلو، واللي بغى يربي البرك راه ما كيتقاموش غاليين، هذا غير القصور ديال الخيار، القصور ديال لي ليغوم اللي عندنا اللي كيشهد. الا كاين شي ليغوم افاريي ولا شي حاجه عادي، إلا كاين شي خبيش شايط، إلا كاين شي حاجة يعني ماشي مشكل. هما البريكات هادو يغديو الناس مدة، وحلال طيب هادشي الحمد لله الحمد لله. إوا نكملو الدورية من بعدو. ها الجمر ديالنا وجدناه، باش غادي نطيبو الماكلة ديالنا منين ندير الأذان إن شاء الله. وحنا جينا من بعد ما جبنا التقضيه ديالنا، غادي نديرو نوجدو طاجين القايد. وحنا دابا كنتواجدو في خيمه القايد، معكم يوسف النيش الملقب بالقايد في النيش. حنا اليوم 16 ماي 2020. هذا الطاجين هذا عباره عن سمك، سمك اللي جاب الله السمك. كاين هادو لي زونشوا، كاين لي سردين، السردين رائع هادشي. شتي كي داير؟ دوك الرويصات عطيناهم لي كنار، حتى حاجه ما كتضيع، غير لو سوبيغ. الوغ الحوت
بيان سور. هذا الطبق هذا ديال الحوت، طاجين ديال السردين ولي زونشوا، نورمالمون كنديروه بالمطيشه، خاصه انا كيعجبني بالمطيشه، ولكن اليوم ما عنديش مطيشه، شنو غادي ندير؟ نخرج نمشي نخطفها؟ لا ابدا، ما عنديش مطيشه، غادي نشوف كيفاش يمكن لي ندبر الامور ديالي. هذا طاجين السمك غادي نطيبو بلا مطيشه، بتوابل اخرى وفي شكل اخر، وغادي يجي اللي كنقولو وليدات الصغار. بالنسبه اللي عنده وليدات وبغى يكبرهم على اساس صلب متين، راه الماكله ملي كتخلصها من جيبك وكتجيبها لدارك كتكون بنينه وفيها لذه. الا خطفتيها وجبتيها مثلا، وما عاد الله حتى واحد ما كيدير هادشي، حتى واحد ابدا، غير مثلا الا شي واحد دارها في شي جزيره بعيده، راه ما غاديش لا لذيذه ولا بنينه. هادو هما الوليدات الصغار، علاش خصهم يكبروا؟ واللي عنده شي اجره خاصها تقدو، خاصه الا كان من الاطور ومن هذا، عنده مثلا 10000 12000 18000 16000 درهم، الحمد لله معلوم الزمان صعيب وعلى حسب ستاندينغ دو في ديالو كتكون القضيه واعره، عنده الدراسه ديال الاطفال، عنده لي بي بوكو دو فاكتور، انورميمون دو فاكتور، ولكن ابدا واش يخصو شي حاجه من الطعام في المغرب في متناول الجميع. ها هو دابا هذا، ها هو هذا الحوت هذا، شكون اللي ما عندوش هادشي؟ شكون هو اللي ما عندوش؟ يلا، ولكن اللذة وبقات كيفاش كطيب وكيفاش كدير داكشي باش كيجي مزيان فقط. ولا طيبتي مزيان يجيك حسن من اش كيقولو من لولو ولا الدرعية ولا شي حاجة. الحمد لله نقولوها ونفرحوها ونشطو مع راسنا، منين يكون مزيان منين ما يكونش مزيان، كلشي مزيان بيان. ها لي قامة، قزبور، معدنوس، ملحة، تومة، كمون، أو فلفلة حمراء. بقات خاصة الفلفلة حارة، غادي نجيبوها تو طالوغ مزيان. وكاين الزيتون البلدي، وهذا الحامض مرقد، لقيتو عندي في الثلاجة. الحامض مرقد، من بعد ما مشينا وما توفقتش باش نعثر على حامضة طرية يعني ماشي مرقدة، وخليتها حتى نهار تكون ما كاينش. انا بدلت، لقيت عندي الحامض مرقد ونديرو والله الله رح. مزيان، ايوا على بركة الله. زيت البلدية، زيت الزيتون، زيت الزيتون نديروه هو الأول، سهلة القضية، نستفو الحوت هكذا. هادو كبار نديرهم فصفص، كبار فصفص، والصغار نديروهم هنا الجهة الأخرى ها كيفاش هكذا. إيوا لا محال، نتوما ديرو حسن مني، ستفو حسن. هو رمضان هذا والإنسان فهمتي، الإنسان كيكون شوية مزروب في رمضان. فوالا صافي، هادي سالينا. دابا الإقامة، سهلة القضية، شوف السهولة في الأداء. ها ملحة، ثومة، هذا نفرقو غادي مع الطيبة والصابة. ثومة، كمون، كمون، بقى الحار غنجيبو تو طالوغ. في هذا الاثناء جات الحار، الحرور جا، ها هو الحرور. منين جا الحرور؟ حتى هو حلال، واخا حاره ولكن حلال، يعني كتشريه فلوسك. هذا الكلام اللي كنوجهو لوليدات الصغار والبنيتات الصغار، باش كيطلعو مربيين وما كيخطفوش وما كياخدوش ديال الناس ويظلمو احسن ما يظلمو. هذا هو الاساس. احنا الحمد لله، الحمد لله عندنا كل شيء مزيان، وما عندناش شي واحد كيدير شي حاجه ماشي مزيانه، غير حنا كنبقاو دائما كنربيو الوليدات والبنيتات على هذه المبادئ باش يبقاو ديما كل شيء مزيان. دابا غنديروا الحمض،
قلنا الحامض غنديرو هذا هنا، هذه هنا، هذه هنا، الزيتون نط عليه غبيد غبيد. ها الطاجين ديالنا وجد، شوفي رائع، شوفوا الروعه الروعه. الله يكتب لنا ناكلو اليوم ان شاء الله، الا طولنا العمر ناكلو في الاذان. دابا نوجدو ها العطر صالح خدينا قبيله، هذه لافيزيون اتيزان، هذه السلميه، وهذه ورقه الزيتون هوب، وكنكبو عليه الماء سخون فقط. دابا نشوفو لا عرفتي كاين. وهذه مش غادي نوجدو، هذه ورقه سيدي موسى كنوجدو بهم انفيزيون بوحده، كنديرو مع مونسلوق وكنديروها وكنشربوها بوحده هذه بلا ما كنخلطو مع الاخرين. ايوا تحياتي الى اللقاء. وهذا راه كان الدرس رقم واحد، لا للهطه لا للسقاطه ولا للجوعف باللغه العاميه يعني. تحياتي. هاو دابا منين ودنا المغرب فرقنا الصوم الحمد لله، احنا جينا غادي نلقاو طاجين ديالنا، العافيه شعلات مزيان، كلشي في امان الله الحمد لله. ايوا تحياتي للجميع، وبالنسبه لوليدات الصغار وبنيتات الصغار اللي علمناهم اليوم هذا الدرس هذا ديال القناعه. ايوا نتلاقاو ربما في درس رقم جوج. تحياتي.